خير يا كابتن. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ نورني. الله يخليك، ده النور ليا وشرف ليا ان انا ابقى موجود مع حضرتك. العفو يا كابتن. لو قلنا انه اللي احنا حكيناه ده يساوي ان انت عقدت العزم من فتره انك تبقى موجود في الوسط وشغال على ده، لو بدات معاك النهارده وسالتك مش بس على قائمتين المنتخبات، وانا عارف ان انت راصد ده، لكن واحنا بنعد للحلقه قلت لك انا عايز اعرف منك وبخبرتك واللي اتسلحت بيه من معايشات ومن متابعات، شفت ازاي فوز الاهلي على فيتا وخساره الزمالك من الترجي. طبعا الف مبروك للاهلي وهارد لك للزمالك، بس خليني اقول حاجه اهم يعني ابدا بيها. اتفضل. لو انت خدت بالك من المؤتمر الصحفي بتاع الزمالك ومؤتمر الصحفي للاهلي، هتلاقي مؤتمر الصحفي للزمالك كالترون مع احمد عيد لاعب 2001 الصاعد لنادي الزمالك، وفي الناحيه الثانيه هتلاقي موسيماني مع محمد الشناوي كابتن نادي الاهلي. هنا احنا عايزين نتكلم على ده بيزنس، او الكوره عموما في العالم كله بيزنس. فانا النهارده انا جاي اجيب ولد صغير مهما يكون حجم احمد عيد، الا ان في شيكابالا، في جنش، في كابتن زي ما الاهلي جاب الشناوي في المؤتمر وده حقه. تقصد ان دي سمه الفرق الكبيره في المنافسات الكبيره؟ ده تاكيد. تاني حاجه من الرؤيه كده، ماتشات الزمالك الفتره اللي فاتت تحس ليها مسجله مش مباشر، مسجله معاده، يعني بحس كده او الجمهور عموما. يعني تقصد نفس الاداء؟ نفس الاداء بنفس التصريحات بنفس الكلام بنفس الترتيب، حتى الجزء اللي هو المؤتمرات للمدراء الفنيين باتشيكو بتساويه كارترون كمان. باتشيكو كان لازم يمشي وكالترون ما كانش لازم يجي. بمعنى باتشيكو، خلينا الاول في المباريات المسجله، لان الجمله اللي انت قلتها دي كمان محتاجه شرح، ان ده لازم يمشي وده ما كانش لازم يجي. خلينا بس في الاول، مباريات الزمالك الفتره اللي فاتت وده على مدى فترات كتيرة جدا من الـ من الـ من العشر سنين اللي فاتوا، تحس الزمالك بيوصل لمرحلة كويسة ويقرا عامل موقف بايخ يعمل وهكذا، لدرجة ان الجمهور دلوقتي بقى تشوف المباراة يحس بالنتيجة ويحس ان الماتش ده شافه قبل كده، لا يمكن يكون مباشر. تمام، خلاص الجمهور وصل للمرحلة دي، وانت عارف حضرتك ان الجمهور هو اللي بيدير المنظومة، او الجمهور رأيه مهم جدا 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 حتى لو كان مستعجل. تمام، انت تقصد انه جمهور الزمالك بقى على يقين ان كل ما الفرقه بتعلى بيحصل دروب. نعيد من الاول، نعيد من تاني نقطه من اول السطر. مين السبب؟ الجهاز